مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد المصري. أول شيء طبعا كلنا عارفين من فترة طويلة مجلس إدارة النادي الأهلي كان اتخذ قرار بتشكيل لجنة للاستاد المتعلق بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وهذه اللجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين اجتمعت أكثر من مرة في الفترات السابقة، وكان هناك أكثر من جلسة وورش عمل بالنسبة لهذا الموضوع في الفترات السابقة. طبعا هذا الاجتماع وهذه اللجنة خلال الفترة الحالية بتناقش وبتتابع سير العمل المتعلق بالناحية الإجرائية المتعلقة بإنشاء استاد الأهلي خلال الفترة القادمة. والنهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلف المهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إنشاء الاستاد بعرض التصور الكامل لإنشاء مشروع استاد الأهلي للجلسة القادمة في المجلس بإذن الله، وذلك بناء على العمل والاجتماعات المستمرة للجنة طيلة الفترة الماضية. أيضا كمان مهندس محمد سراج خلال الفترة القادمة إن شاء الله سيتوجه إلى لندن في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري للمشاركة في مؤتمر ويمبلي لعرض مشروع استاد الأهلي الذي يعد جاهزا من الآن في مؤتمر يشارك به أندية وشركات عالمية كبرى. إذن طريقة العمل والمتعلقة بإنشاء الاستاد بدأت منذ فترة، والمهندس محمد سراج بما له كمان من خبرات في هذا الأمر من خلال دراساته ولجنة مشكلة سواء من خلاله أو حتى من خلال المهندس سامح كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي في الفترات السابقة، وعدد من الأمور كمان بتناقش في هذه الاجتماعات. كل هذه الاجتماعات سيتم عرضها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي القادم لمعرفة الأمور التي توصل إليها اللجنة مع المجلس قبل سفر المهندس محمد سراج إن شاء الله إلى لندن لحضور مؤتمر ويمبلي. كمان من الأمور الهامة جدا في هذه الاجتماعات حضور أيضا كمان دكتور سعد الشلبي. إذن اللجنة تناقش مسألة إنشاء الاستاد من جميع جوانبه، سواء من الناحية الهندسية، من الناحية الإنشائية، من ناحية الإجراءات الإدارية، وأيضا كمان من ناحية التسويق وكيف يستفيد النادي الأهلي من هذا الموضوع. دي كانت جزئية مهمة جدا في البداية. تمام، زي ما اكدت وبقول عليها برضو، الدكتور محمد سراج هو رئيس لجنه انشاء استاد الاهلي، وايضا معاه دكتور سعد شلبي مدير او الخبير التسويقي لاداره النادي الاهلي، وايضا كمان المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الاهلي، كل في تخصصه من خلال عمل هذه اللجنه بالنسبه للمرحله القادمه. ايضا كمان نقطة مهمة تانية قبل ما ننتقل بقى للحديث مع الأستاذ عماد المصري الكاتب الصحفي الكبير، وهي متعلقة بقى بأهمية الإعلام ودور الإعلام والصفحات الرسمية للسوشيال ميديا في عدم وجود تعصب أو عدم وجود مشاكل بالنسبة للفترة القادمة. هذه جزئية مهمة جدا بالتأكيد النهاردة وجود معانا الأستاذ عماد المصري هنتكلم عليها، لأن فكرة إن الإعلام الرياضي أو الصفحات الرسمية تحديدا في السوشيال ميديا، الصفحات الرسميه باكد على دي الصفحات الرسميه، لان هذه الصفحات بتبقى رسميه فبالتاكيد بتناقش او بتعرض الامور الرياضيه او الفيديوهات او الاخبار بطريقه وكانها بالظبط على الشاشه، فبالتالي مش هتكون تكرار لما هو الصفحات الجماهيريه او صفحات السوشيال ميديا الاخرى. هذا الامر مهم جدا هناقشه النهارده مع الكاتب الصحفي الاستاذ عماد المصري في هذا الموضوع، لان موضوع مهم جدا لن يقل اهميه عن دور الاعلام الرياضي والاعلام والصحافه المكتوبه في الفترات السابقه. أستاذ عماد طبعا أكثر